السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخصائية التغذية العلاجية لين عبد الكريم. بناء على طلب العديد راح أتكلم اليوم عن موضوع مهم وهو ثبات الوزن بعد عمليات السمنة. المقطع راح يكون عبارة عن ذكر أسباب وعوامل بتسبب اختلافات في نزول الوزن وثبات الوزن اللي ممكن يتعرض له الشخص فعليا، أو ممكن أنه يكون هو مجرد اعتقاد بأنه الوزن ثابت، أو مرات بتكون رغبة من الشخص نفسه بنزول أسرع للوزن. طبعا خلال هالمرحلة محتاجين صبر وعدم إحباط، ونركز على النتائج الإيجابية دائما والنزول الجيد اللي كان في المرحلة السابقة قبل مرحلة الثبات، ونعزز العادات الجيدة اللي اكتسبناها بعد العملية، ونركز على نتيجة العملية بشكل آخر مو فقط كرقم على الميزان، ونحاول ان احنا ما نقيس الوزن يوميا. المقطع طبعا رح يعطي فكرة للمختصين لكن مو مرجع أساسي عن الموضوع، هدفي منه توعية الأشخاص بعد عمليات السمنة بشكل أكبر دون شرح مفصل لآلية نزول وثبات الوزن وخلفيتها الحيوية في الجسم. إن شاء الله يكون مقطع مفيد وخفيف عليكم. أسئلة كتير بتتردد علينا كمختصين ودائما كأشخاص بعد عمليات سمنة بتكون هاجس، ممكن اللي نحن ممكن نربطها أيضا بنجاح العملية، وهاي حاجة غلط. مثلا ليش صديقتي نزل وزنها أكتر مني، أو ليش وزني نزل أول 10 أيام بعدها صار بطيء النزول، مثلا شكلي تغير بس وزني ما نزل، أو مقاساتي تغيرت بس وزني ما نزل. أو دائما سؤال بتردد علينا كمختصين، كم رح ينزل وزني هالشهر، وغيرها من الأسئلة الكتيرة اللي بتكون عن الوزن ونزول الوزن، لأنه غالبا الشخص ما أجرى هالعملية إلا وهو هدفه نزول الوزن. طبعا التصحيح لهالمفاهيم رح نتعرف عليه خلال الفيديو بإذن الله، لكن في حاجة مهمة مهم جدا ننبه عليها بالبداية، وهي الفترة الطبيعية لنزول الوزن بعد عمليات السمنة غالبا بتكون بين 1.5 إلى 2 سنين، ممكن تكون أقل أو أكثر حسب عوامل كتيرة واستجابة الجسم والتزام الشخص بالتعليمات. وأول فترة بعد العملية أكثر فترة بنزل الوزن فيها، دائما بحب أسميها بالفترة الذهبية، بتكون غالبا أول 3 إلى 6 شهور بعد العملية، وكل يوم نبعد فيه عن العملية بيكون نزول الوزن أبطأ من الأيام اللي راحت. أيضا غالبا ببداية الأيام الأشخاص بيقيسوا وزنهم بشكل يومي لحماسهم للنتيجة بعد العملية، وبيلاحظوا اختلاف، لكن مثلا بعد 10 أيام لأسبوعين من العملية ما رح يكون في اختلاف بالوزن يوميا، لكن أسبوعيا وشهريا رح نلاحظ فرق بالوزن، وهاي الحاجة ما بتعتبر ثبات أبدا. أيضا عملية ثبات الوزن حتى مع التزام تام بالتعليمات جدا طبيعية وتعتبر من الوظائف الحيوية للجسم، فما تخلوا هالنقطة إنها تحبطكم، وإلها أيضا عدة أسباب رح نتطرق لأبرز العوامل المؤثرة عليها. أيضا من الأشياء المهم تاخدوها بعين الاعتبار، عملية الثبات ممكن تستمر لأسابيع وبعض الأحيان أشهر، فمهم إنكم تحرصوا على المتابعة مع فريق طبي متكامل لأخذ الدعم النفسي والمعنوي منهم. من العوامل اللي إلها علاقة بنزول الوزن هي كون الشخص ذكر أو أنثى، حيث أن الذكور غالبا نزول الوزن أسرع إلهم بيرجع لعدة عوامل، من أغلبها أو أبرزها هي ارتفاع الكتلة العضلية لديهم عن الإناث مما تساهم بنزول الوزن بشكل أسرع. أيضا دائما لا تقارنوا نزولكم بنزول أي شخص، وخاصة لو مثلا أنت عملت عملية وأخوك عملت عملية لا تقارنوا نزول وزنكم ببعض حتى لو كنتوا نفس الوزن ونفس العمر قبل العملية. أيضا العمر من العوامل اللي إلها علاقة بنزول الوزن، كل ما زاد العمر غالبا بيكون نزول الوزن أبطأ، وبرجع ذلك لبطء عملية الحرق مع التقدم بالعمر لعدة أسباب، وفي أيضا فيها تفصيل جدا واسع، فما نقارن مثلا نزول شخص عمره 20 بنزول شخص عمره 40 حتى لو كانوا كلهم مثلا ذكور وكلهم نفس الوزن قبل العملية. أيضا الوزن قبل العملية بيلعب دور مهم في سرعة نزول أو ثبات الوزن بعد العملية، فكل ما كان الوزن أكبر وكتلة الجسم أكبر قبل العملية بيكون النزول أسرع، بسبب أنه الجسم كل ما قرب من الوزن الطبيعي بيصير أصعب النزول لعوامل حيوية فيها تفصيل أيضا واسع، لكن يعني جالس أعطيكم إياها كأفكار مبسطة. فمثلا ما نقارن شخصين ذكور أعمارهم 20 طولهم كلهم 170 سنتي
مثلا واحد وزنه قبل العملية 120 وواحد وزنه 150 كيلو، فاللي وزنه 150 كيلو راح يكون نزوله أسرع أول فترة، فغلط إن نحن دائما نقارن النزول. أيضا من العوامل المهمة واللي أشخاص كتير بيغفلوا عنها اللي هي نزول الوزن المتكرر وإعادة اكتسابه لمرات عديدة قبل العملية. غالبا كل مرة بيتم اكتساب الوزن فيها بيكون أصعب إنه الشخص ينزله عن المرة السابقة، ترجع لعوامل كتيرة أبرزها فقدان جزء من الكتلة العضلية مع كل عملية نزول وزن، أو إنه الشخص جسمه تعود على روتين النظام اللي بيعمله فبيحتاج يبذل جهد أكبر لنزول الوزن، ونلاحظها دائما بالناس اللي بيمشوا على حميات خاطئة وسريعة لنزول الوزن. أيضا طريقة قياس الوزن، ممكن الشخص ما يكون وزنه ثابت لكن بيقيس وزنه بطريقة خطأ أو بوقت غير مناسب أو بيعتمد فقط قياس الميزان. بنفضل دائما اعتماد قياس توزيع كتلة الجسم اللي بيوضح لنا نسبة الدهون والعضل والسوائل بالجسم، ومثال عليه الصورة الموجودة. طبعا مهم جدا يتم قراءته من مختص بشكل صحيح وشرحه لفهم الموضوع بشكل مفصل أكثر، ونركز دائما على فقدان الكتلة الدهنية بشكل أكثر من رقم ميزان، واكتساب كتلة عضلية بحال كانت أقل من الطبيعي. أيضا من الأفكار اللي ممكن نعتمدها اللي هي اعتماد قياسات المتر لأجزاء الجسم ومو بس قياس الميزان، ملاحظة جدا مهم ننتبه عليها، منلاحظ فرق بتغيير الوزن. بحال استخدام قياس الميزان مهم أن الطريقة تكون صحيحة، اللي هي غالبا تكون الصباح قبل ما الشخص يتناول وجبة الفطور بعد ما يذهب لدورة المياه، وتكون بملابس خفيفة ثابتة دائما، ومراعاة عدم قياسه بأوقات غير مناسبة. مثلا للسيدات يوجد أوقات شهريا ما بتم أخذ الوزن بالاعتبار فيها. أيضا من ناحية توزيع الوزن مرتبط بقياس الوزن، مثل ما ذكرت سابقا، مهم نحن ننقص الكتلة الدهنية ونحافظ أو نزيد على الكتلة العضلية. طبعا زي ما شايفين بالصورة كيف حجم نص كيلو تقريبا من الدهون مقارنة بنصف كيلو من العضل على الميزان، كلها نص كيلو على الميزان راح تكون، لكن من ناحية مساحة وشكل ومقاسات في الجسم بتكون مختلفة. بحب أشبهها دائما بلغز اللي كنا دائما نحن صغار نتناقله، اللي هو إيش أتقل، كيلو قطن أو كيلو حديد؟ على الميزان كلها نفس الوزن، الدهون بنشبهها بالقطن من ناحية المساحة، والحديد هو العضل من ناحية المساحة. طبعا الصورة على اليمين راح توضح لكم مثال لشخصين كلهم وزنهم 80 كيلو لكن توزيع الوزن مختلف، واحد منهم نسبة الدهون طبيعية بجسمه وهي 20%، فمنلاحظ كتلته أو حجمه أصغر من الشخص الآخر اللي أيضا وزنه 80 لكن كتلته الدهنية مرتفعة اللي هي 35%. فدائما لا تقارن وزنك بغيرك ولا نزول وزنك بغيرك ولا استجابتك للعملية بغيرك، دائما جسمك له خصوصيته وعمليته وعملياته الحيوية المميزة فيك. النشاط الرياضي أيضا له دور في ثبات وسرعة نزول الوزن، فلو مر الشخص بمرحلة ثبات وما كان بمارس رياضة الفترة السابقة مهم نحن نبدأ ندخل الرياضة للنظام اليومي. لو كان الشخص مثلا بمارس رياضة مهم نبدأ ننوع بأنواعها من ناحية الشدة والمدة عشان نكسر الروتين اللي الجسم متعود عليه. مثلا شخص متعود فقط على مشي ساعة في اليوم ممكن يبدأ ينوع، مثلا يبدأ يدخل السباحة لنظامه الرياضي أو زيادة سرعة ووقت المشي. ممكن أيضا إضافة تمارين المقاومة بالأوقات المسموح فيها بعد العملية بالأوزان المسموح فيها من الفريق الطبي، كلها عوامل بتساعد بكسر مرحلة الثبات ونزول الوزن بشكل جيد بإذن الله. أيضا عدم اتباع النظام الغذائي من العوامل اللي بتأخر نزول الوزن وبتساهم في الثبات. مثلا في أشخاص ما بيمتنعوا عن السكريات أو ما بيوصلوا لاحتياجهم من السعرات بالشكل الصحيح، أو بتناولوا سعرات إضافية، أو باخدوا أيام ووجبات مفتوحة بطريقة خاطئة أو غير مدروسة. فالمهم دائما متابعة النظام مع أخصائي التغذية العلاجية واتباع التوجيهات المخصصة لك بشكل شخصي. أيضا شرب الماء والسوائل له دور كبير من حيث الكمية والنوعية. بحال مرور الجسم بمرحلة جفاف بيكون نزول الوزن بشكل أصعب، أو البعض مثلا بيعتمد على شرب العصائر بمراحل متأخرة بعد العملية أو المشروبات السكرية، فبتزيد من الجفاف وبترفع مستوى السعرات اللي الشخص بتناولها. فمهم أنه الشخص يتبع تعليمات أخصائي التغذية العلاجية في خيارات المشروبات
وشرب احتياجك من الماء كما تتم توصيتك من قبل أخصائي التغذية العلاجية. أيضا من العوامل اللي الناس بتغفل عنها اللي هي لخبطة النوم وعدم النوم خلال ساعات الليل، أو عدم الحصول على ساعات كافية من النوم خلال ساعات الليل أو خلال يعني فترة النوم كاملة، بتأثر على نزول الوزن والعمليات الحيوية والهرمونية بالجسم بشكل كامل. فدائما احرص على أخذ ساعات نوم كافية خلال الليل. أيضا بحال وجود مشاكل هرمونية أو صحية، مثلا زي ارتفاع هرمون الحليب، تكيسات المبايض، مشاكل في الغدة الدرقية، وخاصة إذا كانت غير معالجة بتجعل نزول الوزن أصعب وأبطأ، فمهم المتابعة مع طبيب مختص حسب التخصص المناسب بحسب المشكلة الموجودة، بحال وصف أدوية الالتزام فيها لتحقيق الهدف بشكل أفضل بإذن الله. أيضا القلق ولوم النفس والإحساس بعدم نزول الوزن بالشكل المطلوب أو التأثر بتعليقات ومقارنات الأشخاص من حولنا بتأثر، ممكن سبب الإحباط والشعور بعدم تحقيق الهدف، لكن فعليا الشخص ممكن يكون حقق الهدف بيكون متعلق بالفترة اللي هو فيها. فمهم جدا أنك ما تستمع للناس من حولك. إذا أنت كنت الشخص المستهدف بتعليقات من حولك، تعلم دائما أنك تستمد الدعم النفسي من أشخاص ذو طبع إيجابي ومن فريقك الطبي لتشجيعك وطمأنتك، ودائما رفقا بكلماتكم وتعليقاتكم لمن حولكم، وما تستهينوا أبدا بهالجانب، ومو غلط أنكم تطلبوا الدعم النفسي من مختص لو كنتم محتاجين. وعملية نزول الوزن هي عملية حيوية وكيميائية وجينية وهرمونية ونفسية، عملية متكاملة وهي عملية كاملة بالجسم، فصعب أن نحن يكون في حاجة معينة اللي هي لها علاقة بالوزن دون التانية. فدائما عملية نزول الوزن وثباته مو عملية حسابية أو كل حاجة معينة ولا تأكل حاجة معينة أو العب رياضة ولا تلعب رياضة. العملية معقدة لأنها عملية حيوية متعلقة بجسمك أنت بشكل خاص عن غيرك، وبذاكرة الوزن في جسمك. حاولت أبسط لكم إياها وأضيف بعض الخبرات والتجارب المستخدمة بالعيادة. إن شاء الله يكون أفادكم المقطع، وشاكرة لكم حسن استماعكم، وبسعدنا شراءكم لكتاب لست تفاحة في قسم عن الأسئلة الشائعة لدى المتكممين. شكرا لكم.